مشاهدينا، للعلماء والعلم أهمية كبيرة في حياتنا على مدى التاريخ، والعديد من العلماء كانت إسهاماتهم عميقة جدا ومهمة نستخدمها حتى اليوم. من العلماء المهمين في التاريخ ابن النفيس، نتعرف على حياته وإسهاماته في هذا التقرير اللي هو من إعداد الزميلة أمل الرئيسي. هو أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي حزم، عن ضرورة الاعتدال في تناول الملح وغيرهم الكثير. الموجز في الطب، الشامل في الصناعة الطبية، المختصر في أصول علم الحديث وغيرهم من المؤلفات المهمة لابن النفيس. بقي ابن النفيس في مصر حتى وفاته عام 687 للهجرة، حيث كان يبلغ من العمر 80 عاماً.